شكرا لكم الحضور كلكم. أعتقد أن الشقيقة ليبيا تستحق هذا الحضور المميز، وإن شاء الله يكون بادرة خير حتى يتحل المشكل الليبي نهائيا بحول الله. أعتقد أن نحن كدول جوار يهمنا أكثر من غيرنا استقرار ليبيا، لأن عدم استقرار ليبيا هو عدم استقرار كل دول تاع الجوار. احنا نتمنى ان شاء الله باش ليبيا تعاود تسترجع مكانتها ما بين الدول المغاربية، ما بين الدول الإفريقية، وما بين الدول العربية. ان شاء الله لها كل الإمكانيات البشرية والاقتصادية والموقع الجغرافي نتاعها، كلها يأهلها الى ان تكون يعني دولة فاعلة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي المغرب العربي إن شاء الله. شكر لكم الحضور، وشكر لكم الشيء اللي قمتوا به. ما هوش هين، ليس بهين أن يجتمع لأول مرة كل الدول المجاورة تجتمع، الدول المجاورة للشقيقة ليبيا. وتمنى إن شاء الله مثل ما قلت تكون بادرة خير، أنها تكون انطلاق جديد في حل حالة القضية الصعبة، قضية ليبيا الشقيقة، وهذا تلبية لأمنيات الشعب الليبي الشقيق الذي يعاني الأمرين في هذه الظروف الصعبة. أتمنى كل خير لليبيا.